بابا من الليل السوق واقف، والتقيت ويا ثلاثة أنا أقول أسماءهم أو من أشكالهم عرفتونهم، طبعا محمد الكبير وناصر وخالد نفس السنحة ترى هذه بس على بياض شوي، كل طبعا أشقاء قائد المنتخب السعودي، لاعب إن شاء الله اللي نتمنى له بكرة إن شاء الله هو وزملاء التوفيق علي البليهي. محمد كيف حالك؟ الله يرضى عليك يا عيسى طال عمرك. كيف المعنويات؟ إن شاء الله طيبة، وإن شاء الله متأملين خير شبابنا علي وزملاء كلهم عيالنا عيال المنتخب، وإن شاء الله بنفوز إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله راضين عنا عن أداءه في المباريات إن شاء الله، راضين عنا وعن أداءه وعن أداء جميع زملائه، وإن شاء الله عشان فيهم أكثر إن شاء الله نتأهلون بكرة إن شاء الله نسويها في الكوريين إن شاء الله. إن شاء الله نسويها إن شاء الله. ترى أخوكم بكرة قائد المنتخب ترى ومارحين فيه ترى في ثلاث المباريات الماضية، يسجل يا رب إن شاء الله يسجل هو زملاء أي واحد يسجل، بس أهم شيء إن شاء الله نفوز. أهم شيء نفوز، أهم شيء نفوز. ناصر كيف؟ نعم الله يعافيك ويسلم. طيب كيف الله يسلم. طيب تمام. الله يعافيك ويسلم إن شاء الله. ويش بكرة معنوياتك؟ ان شاء الله متفائلين خير، متفائلين خير وكلنا ثقه فيهم ان شاء الله، كلنا ثقه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق بالتاكيد، سواء كابتن علي او كل زملائه كلهم من الملعب ان شاء الله يا رب. نتمنى ان شاء الله لهم التوفيق ان شاء الله يا رب، وفالنا الفوز. وهذا انا شوف هو نفس السنحه بس على بياض، والله يا جماعه والله على بياض في السنحه. ويش بكره؟ باذن الله راح يفرحونا ان شاء الله ويتاهلون ونقابل استراليا باذن الله. راضي عن نفوز في المباريات الثلاث الماضيه؟ الحمد لله راضي باذن الله. طبعا هذا خالد البليهي وهذا محمد البليهي وهذا ناصر البليهي اشقاء قائد المنتخب السعودي علي البليهي، الله يوفقكم. شكرا لكم، يعطيك العافيه.